وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الكاتب الصحفي صلاح الجودر استمرار قناة الجزيرة في شن الحملات الإعلامية المسيئة ضد مملكة البحرين. كما تعودنا من هذه القناة مع الأسف الشديد من تأسيس سنة 1996 إلى اليوم، ليس لها من حديث إلا الشأن البحريني والتدخل في الشأن البحريني المستمر. مع الأسف الشديد أن هذه القناة من دولة قطر اللي نعتبرها هي من داخل الجسم الخليجي والعربي والإسلامي، تشن حملة شرسة قذرة دنيئة على المجتمع البحريني، لأن استطاع هذا الشعب أن ينقل صورة حضارية جميلة عن هذا الشعب المتسامح، عن هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب المتحرك، الشعب الذي يعبر بما يكون في صدره من إنجازات إلى القيادة السياسية، إلى التكاتف داخل المجتمع البحريني. هذه القناة مع الأسف الشديد هي مستمرة في قضية محاولة ضرب الوحدة الوطنية، ضرب النسيج الاجتماعي، التعدي على البحارة،